إذن مشاهدينا ومشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مباشرة من الجوطية ديال الخردة اللي كاينة في مدينة وضزام، والفراشة اللي كاين هنا في الجوطية كيطالبوا بمطالب عادية، أنهم باغيين السوق نموذجي كيليق بالمقام ديالهم وكيليق بالمدينة بالمقام ديال المدينة ديالهم. غادي نخليكم معاهم، طلعوا مشاهدينا طلعوا باش تسمعوا الصرخه ديالهم النداء ديالهم للناس المسؤولين على هذه المدينه انهم يفكوا العزله عليهم ويحاولوا انهم يديروا لهم شي سوق نموذجي كيليق بالمقام ديالهم وكيليق بالسكينه ديال هذه المدينه وبالمدينه اللي كتعتبر مدينه ديال الشهداء. وحنا اليوم جينا عندهم وبغاو يتحدثوا وبغاو يوصلوا الرساله ديالهم للناس المسؤولين. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. اسم ديالي ياسين اخي، اسم ديالي ياسين. تنطالبوا من السلطات المحليه ديالنا والمجلس البلدي تحنا شي سوق نموذجي اللي يقوم بالمستوى ديال الفراشات. هو سوق نموذجي حدانا داروا الخضاره، دابا راه 5 سنين مازال ما كملش 5 سنين. الميناء ديال طنجه، الميناء ديال طنجه بدا مورا الميناء ديال طنجه كمل وخدم، وعندنا هنايا مازال ما خدمش. عندنا واحد في المقاومه في معرض 30 محل ومسدود ومازال مسدود حاليا، مستافد منه العساس هو اللي كاين في الدجاج مربي الغلم، مربي كل شيء تمايا. حتى حنا ما كرهناش، حنا واحد شويه ونحسنوا من المستوى ديالنا، من المستوى ديال الفراشات. حتى حنا بغينا واحد شويه لشي التفاته من السلطات ديالنا اخذين. بسم الله. السلام عليكم، معكم صلاح. حنا كنطالبوا بشي حوايج اللي بسيطه، انهم يديروا معنا شي حل هنايا في هاد الجوطيه. حنا خدامين هنا كنفرشوا عشوائيا، ما عندنا لا قوانين لا والو. جاو مؤخرا، جاو ما بغا يدخلوا الخضاره هنا وجروا علينا حنايا. حنا كنطالبوا المسؤولين انهم يديروا معنا شي حل ويشوفوا من حالنا حنايا هنايا البائع المتجولين، يديروا معنا شي التفاته باش حنايا يكون عندنا القوانين ديالنا. راه مده، هنايا مده سنين ولا هنايا اخي، راه حنا سنين وحنا هنايا سنين. حنا راه سنين 24 سنه وكثر من 24 سنه وحنا هنايا في الحاله هنايا. شي علاش ما هادي حرفتنا، هادي حرفتنا، هادشي هذا هو القول ديالنا. تنديو وليدات من هاد البلاصه، بغينا يديروا معنا هاد المسؤولين يديروا معنا قانونيه، يعطيونا بلايص فين نفرشوا ولا سوق نموذجي بحال الخريف كاع، بحال بني ملال، بحال كاع المدن، كاع المدن المغربية كاملة، كاع المدن المغربية عندهم سوق نموذجي، حتى المدينة منسية. ما كاينش شي مسؤول تيجي عندنا ولا تسوق لنا ولا والو نهائيا. وما كرهناش الجمعية، ما عندناش الجمعية، غادي تشتغلوا عليه ومن تما غادي تجمعوا المنخرطين ومن تما كتشوف ريحهم على الناس مسؤولين وطالبوا لهم مثلا يقولوا لهم سوق نموذجي. ما كاينش، اصلا في هذا السوق ما كاينش معامل. هو سوق لي 12 سنه باقي كما كان. هو هو سوق عندنا هنايا، ما كاينش عندك عندك سوق هذا. تعال اخويا تعال هاكا اخويا، شغنقول لك مالك والناس مساكن محنا اخويا، فهمتي؟ عاد تتشوف الله يدير شي تاوين ديال الخير وصافي، فهمتي؟ الناس باغا تخدم وهادي ولكن اخويا ما كاين حتى حاجه، فهمتي؟ شغنقول لك؟ شحال كاينه هاد الجوطيه هادي؟ شحال تقريبا ديال الوقت؟ وراه مده صاحبي، شي مده وهي كاينه. شحال تقريبا؟ فيها 20 عام. فيها شي 20 عام واه. كاين شي ناس هنا اللي كيبيعوا فيها شي 20 عام. واه فيها شي 20 عام. اصل هذاك باش خلي الدراري الجداد يلاه وتيفرشوا. كان هنا غطراف. هذا هو السوق القديم، هذا هو السوق القديم اللي كان في وزان. هو السوق الاول اللي هاو دابا السوق ما دويت انا. قادو هاد الساحه، قادو هاد الساحه ونقاوها مزيانه، هاد البادره اللي داروا راه زوينه، ولكن جاو مؤخرا جا القيد وهادي هما يدخل هادوك الخضاره اللي في زق السوق قنين، حتى هما ما عندهم القانون لا والو. وبغوا يستعمرونا حنا هنايا، حنا البائع المتجولين فين غنمشيو؟ كاين شي بيع شي شري هنا ولا والو؟ واه بنادم معاه كيتساطح كي في الوقت وصافي، كلشي مصور 5 على باب الله، كلشي بنادم على باب الله، نهار يصور نهار ما يصورش، وما كاين زعما شي واحد اللي غادي ما كاينش شي مسؤول اللي يسولنا ولا والو. ما كاينش
انتو شنو مطالب ديالكم؟ حنا كنطالبوا السلطات والمجلس البلدي انه يدير لنا شي سوق نموذجي، وحنايا كباعة متجهين الاولين غنديروا جمعيه ويكون داكشي قانوني. شحال انت كتبيع هنا؟ وراه مده ديال 15 عام وانا كنبيع ونشري عشوائي بوحدي بحال هكا كنبيع ونشري. ما كاين الاخوان اللي معاك هنايا البيع، كاع البيع والشرايا نفس المشكل. جاو مؤخرا دخلوا الخضاره وبداو كيتراسيو ليهم في البلايص ديالهم، وهاني وهاد الساحه مخصوره عليها ميزانيه كبيره، وبغا يدخلوا الخضاره لا تهم عندهم اكرارس وهادي، وداكشي عشوائي وما داروا معاهم حتى شي حل، وحنا جراو علينا ما عرفناش فين غادي نمشيو. قال لك حنا ما شغلناش حنايا. تكلم ورا خويا دايرين الدراري المارشيات وداك الشيء، ما حلوا لهم لا مارشيات لا والو. راه ما باقي انت كتبيع معاهم؟ لا مش نبيع مش نشري اخويا، مش ندير والو. تنطالبوها من المسؤولين يخدموا الشباب. تنطالبوا الحكومه بشي سوق نموذجي كلشي يستافد منه. حاجه بسيطه ماشي زعما. شوف شوف حالتك كبيره هاي. اجي اجي تالي هاك دوي 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 على راسك. كلمها الكبيره دوي على الشيني. تتبيع وتشري تمشي في الجوطيه، تتبيع وتشريها في القهوه. في القهوه ولا تعلم العب ولا عندي ولا تعلم العب ولا في الجوطيه. وشحال من عام انا راه عندي 70 عام وانا وليدي قاعده هنا كبيره كبيره. اه حيدنا ولبسالات وين شوف شوف وليدي. هات يا قولي تحب نلعب وحده، قولي تحب نلعب. انا معاه قولي تحب نلعب نقرب وتحب نلعب. شحال من عام وانت هنا؟ اه تحب نلعب شحال؟ قولي تحب نلعب. وانا من الصباح تتروح وليدي وانا عندي 70 عام وانا كبيرة وانا وانا كبيرة. قولي تحب نلعب كبيرة كبيرة. تشوفي دابا واحد الدراري هانتوما تشوفي حالتهم وانا عييت اوليدي راه تنبغي نجي الصباح عبزز والله. كانت تجي كتفرشي تحطي السلع. تنفرش ونحط هاد الشيء اولي عندي وانا الكبيرة. واش اللي كاين اولادي؟ عشوائي داكشي ما كاين لا قانون ولا حتى شي حاجه. ما كنهضر غير كلشي وانا كبيره وصحاب نهار نيطق وعلاش الخاوي نعرف. المهم اللي بغا نوصل لك انا الناس المسؤولين يديروا واحد الالتفاته لوجه الله في هاد الناس هادو، راه كتمحن وكتضيع. ما كاين لا بيع لا شراء. بنادم كيجيب شي حوايج اللي بالين وما عندهم حتى شي قيمه، ولكن الظروف تتحتم عليهم انهم خاصهم يجيو هنا. كاين اللي شي عيالات اللي كبار كيجيبوا شي حوايج اللي ما كيتباعوش، ولكن ما كاينش البديل. حل ما كاينش البديل. اللي شي سوق اللي غادي يمشيو ليه السواقه وغادي بنادم يبيع ويشري على راسو وهذه. نعم طرقتوا الابواب ديال الناس قلتوا لهم نديروا لنا واحد السوق. ما كاينش مجلس البلدي ما كاينش. من الانتخابات مني داز الانتخابات ما بقيناش كنشوفوهم نهائيا نهائيا. حنا كنبيعوا ونشريوا هنا لما صورناش داك الطرف ديال الخبز اللي هذه. ما كاينش اللي غادي يجي يقول لك شنو كيضرك ولا شنو خاصك ولا شنو غادي شناهي الحوايج اللي خاصك باش حنا نعاونوكم وهذه. ماشي غادي يعاونونا، غايديروا لنا شي قانون ولا شي سوق نموذجي. هذا هو المهم، هذا هو الاساس. هذاك الشيء اللي كاين داك الشيء قانوني صافي. تجي تفتح محل. انا راه عندي محل في السوق، في السوق هذا القديم. داروا لنا سوق جديد، سوق جديد بعدو علينا بواحد المسافه طويله باش غادي تمشي ليه. خاصك ترونسبور، حنا ما عندناش ترونسبور باش غادي نمشيو ليه. حنا اللي كباعه متجولين، ما بالك اللي غادي يشري من عندك. اش غنقول لك؟ بعيد. راه هو ساله، راه هو ساله، ولكن ما خدامش. مسدود مسدود خاوي. المحلات خاوين، داكشي صغير ما خدامش وما عمرو غادي يخدم. هذاك غيبقى بحال كوك هذاك. الدراسه ديال ان يديروا سوق نموذجي بعيد عن المدينه. واش واش غنقول لك انا؟ غيكون البلديه هما اللي مكلفين فين بهذاك الشيء. هذاك المشروع دابا غيكون داروا مجلس بلدي، هما اللي طرحوا هذاك المشروع انه غادي يكون تما. في المقاومه مسدود هذه شي 14 سنه. حنا المهم كندويو على الجوطيه، في 40 الجوطيه ديال واتزم انها ما خداماش. هذه البلاصه هذه بالنسبه لنا هذه ساحه، ساحه ان الناس غيجيو يجيو يسرحوا وليداتهم يلعبوا مع وليداتهم وهادي. وراهم دايرين واحد الخصه لهيه كاع خسروها كاع ريبوها كلشي خسر. هادي اصلا راه ماشي ساحه، راه دايره ساحه. هادي ساحه ديال بني سمير، ديال بني سمير. هادي ساحه ديال الناس تجي تسولاجا فيها تخرج وليداتها وهادي. لا لا ولايحين فيهم هاد الناس فراشات هنايا. دابا الدراري تيجيبوا ولادهم تلقاوش فين يلعبوا،
تيجيبوا وليداتهم وتلقاو فين يلعبوا ما والو. مستافدين من هاد الفراشات هنايا، تيخليو الزبل، تيخليو بزاف د الحوايج. ونتمنوا من المسؤولين يديروا شي التفاته في هاد الشرطيه هادي. عندكم المبادره انكم ديروا جمعيه، شنو عندكم واحد الاطار قانوني الساعه يمشيو يطريحهم على الناس المسؤولين، يديروا مجموعه المخارطين، وديك الساعه تلقاو واحد الناس المسؤولين تبداو تحيدوا. هذه ديال بالنسبه نديروا الجمعيه، هذه زوينه، هذه متفق معك خاصنا جمعيه، ولكن راه ما كاينش معامله صح. راه غير مؤخرا فاش دخلوا باي دخلوا الخضاره هنايا، وما ينوضوا لهم الجيران، هذوك ناضوا لهم الجيران قالوا لهم لا ما تدخلوش لنا الخضره هنايا، تيخليو لنا الزبل، تيديروا تيكونوا السكيريه، انت راك عارف الخضاره هنايا، وهذه تيخليو الزبل السكيريه العافيه، بزاف د الحوايج بزاف د الحوايج. راه هو داروه لينا تمايا هذاك السوق النموذج، والله الا من قبل من ميناء طنجة بدا موراه، راه خدم، راه هو مارس 13 عام ما كاملش صح، باقي ما كاملش، ما كاملش هذاك، ما كاين لا سوق لا والو، راه داروا ليه هكاك وخلوه، ما كاين حتى شي حاجه، ما داروا ليه، ما كملوه، ما كملوه، ما عطاو الناس ما والو، حبسوه هكاك. سوق عطاو غير الناس بداك الاول، كل واحد يتحمل السوق نموذجي كاين في المقاومه بالمحلات ديالو، راه ما عرفت سنين ولا اربع سنين دابا مسدود، عاودوا فيهم البيع، عاودوا فيهم البيع، راه كاين اللي شرا، كاين اللي شراو، شكون اللي شادو تما؟ ما شادو حتى شي حاجه، ما عاطين حتى شي حاجه، لا اسمح لي، راه شراو الناس، شراو الناس بالفلوس بالثمن، اللي عندهم فلوس، اللي محتكرين السوق وعندهم فلوس راهم شراو المحلات، هما هذوك الناس اللي خاصهم، ماشي جمعيه، ماشي جمعيه، بنادم عنده الفلوس قال لي محل راه كيشري حتى ب 20 مليون كيشري، وما ما عندوش الحق باش يشري، هذا خارج المبادرة الوطنية للناس اللي خاصهم يستافدوا وما عندهمش، بحال هاد الناس دابا اللي كاينين هنا في الجوطية كيدير على فراشة ما عنده حتى شي حاجة، ما يقدرش، ما يقدرش دابا تصنت لي ما يقدرش، غادي يمشي يشري، غايشري في المحل، جيران دابا سبعة سنين داروا الجوطية بعدا داروا مراكبات، وحنا لا كلشي لا تابع السوق، وغنديروا حتى هو، حتى هو نديروا جيران حتى هو تابع المجلس البلدي، تابع للسوق النموذجي اللي داروا بجوج مقاومين، واحد اللي شادو ملاعب القرب، ملاعب القرب دابا خمسة سنين باقي ما كملوش، خمسة سنين حنا المهم كنطالبوا السلطات يديروا واحد التفاته على اصحاب الفراشه الباعة المتجولين، هذا هو المهم، علاش كنهضروا دابا حنا بحداتنا حنايا كنبيعوا ونشريوا، وعندنا مدة كنبيعوا ونشريوا، ما عندنا لا قوانين لا حتى شي حاجة، مؤخرا جا القايد والباشا قال لكم انتم غتحيدوا من هنا، إذا حنايا ناكيرة حنايا، حنا ما محلة حنايا ما 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 محسوبينش حنايا، راه صافي قال لك القايد ما شغل ما شغليش أنايا، سير كريم محال ولا سير هود لهذيك الجوطية التحتانية فين كاين واحد الرحبة ديال 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 حاجتكم الحمير، تما قال لك لصحاب الباكاج وصحاب البيعة والشراية تمايا زمطوهم تمايا وخلوهم، وما كاينش اللي غادي يمشي لعندهم، دابا الناس كتجي كتشوف كتضرب دويرة كتمشي بلاصة نقية، تما راه على التراب والقصدير، فين غادي يدخل بنادم باغي يشري من عندك بياسة ولا هذه غادي يمشي عندك تما. بالنسبة للناس اللي تتجي تتبغي شي حاجة مستعملة، ولفوا هاد البلاصة تيجيو لها ديريكت، ولفوا الناس هنا كاع اللي خاصها شي حاجة مستعملة تيجي لهاد البلايص هادي. دابا الا جاو يحيدوا هاد الناس غيصيفطوهم لشي بلاصه اخرى، ما يمكنش غيوصل عندهم شي حد، ما يجي عندهم حتى شي حد هنا. كاين الناس الثاني تيفرشوا هنا، جيت السبيطار القديم تيفرشوا الناس تمايا، كاين واحد الشارع تمايا، شارع ما بحالنا تما، ما عندهم حتى شي قانون ولا شي حاجه، تما بحالك ما كاين لا جمعيه، صافي كيخلصوا الصن لا والو، وفرناك تيدي لك تيقول لك خلص ولا جمعيه، مفرشين في الطريق. والمهم اخويا شكرا شكرا شكرا. اذا مشاهدينا ومشاهدين قناه شوف تي في، كنا مع صرخه الباعه المتجولين في هذه الجوطيه، هذه ديال جوطيه الخرده اللي كاينه بساحه بني سمير بمدينه واد زمط. اذا الى هنا مشاهدينا بهذه الصور هذه، كنقول لكم كان معكم مراسلكم مراسل قناه شوف تي في مروان الجوي، السلام عليكم.